بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس أجيال الزرقاء، أهلا بكم في درسنا الجديد جمع الكسور العشرية. جمع الكسور العشرية، وهذا الدرس موجود في صفحة 194. فقرة استعد. مكث خالد 1.5 ساعة في المكتبة يوم السبت و 2.3 ساعة يوم الأحد. ما الزمن الذي قضاه خالد في المكتبة في اليومين؟ كلمة معا، كلمة معا. إذا أنا فهمت أن أنا سوف أقوم بجمع طرح. شباب أحسنتم، بجمع الرقمين، أجمع 1.5 مع 2.3، نقوم بجمع هذين الرقمين 1.5 مع 2.3، نأتي لمنزلة الأعشار 5 زائد 3 يكون المجموع 8، والرقم الصحيح هنا 1، نجمع عليه رقم الصحيح هنا 2، 1 زائد 2 يكون الإجابة 3، ويكون الناتج 3.8 أو 3.8. هذا باستخدام الطريقة الأولى أو الثانية. هو يستطيع أن نستخدم الطريقة النماذج ويقوم الطالب برسم هذه النماذج. هذه طريقة الفصلة، وهي تكون طريقة سريعة وسهلة في الاختبارات. 5 زائد 3 8، 1 زائد 2 3، بينهما فصلة أو علامة عشرية، نكتب هذه الفصلة أو العلامة العشرية. جمع الكسور العشرية. أقراص مدمجة. حفظت شهد مادة صوتية حجمها 17.22 ميجا بايت في قرص مدمج، ثم حفظت فيه مادة تعليمية أخرى حجمها 3.52 ميجا بايت. ما حجم المادة التي حفظتها شاهد في القرص المدمج؟ المادة كاملة نريد أن نجمع. نقوم بجمع يا شباب 2 زائد 2 يكون الإجابة 4، 2 زائد 2 4، ونقوم بجمع 2 زائد 5 يكون الإجابة 7. هنا يوجد علامة عشرية أو فصلة، نضع العلامة العشرية والفصلة. 17 زائد 3 يكون الناتج 20، ويكون الإجابة كاملة 20.74 ميجا بايت تقريبا بالدقة. رقم 1 يا شباب واجب. نقوم بحل رقم 2. ماذا يوجد في رقم 2 من جديد؟ يوجد هنا 72%، أما هذه 9 فقط. إذا قام طالب بجمع 2 زائد 9 هذا خطأ. ماذا نسوي يا شباب؟ ماذا نفعل؟ نضع 0 بجوار 9 حتى تكون 90%، وهنا 72%. الصفر هذا على اليمين بعد العلامة العشرية ليس له قيمة، أي أنه لا يضيف شيئا للمسألة ولا يغير شيئا. الحين أصبح المثال سهل، نجمع 2 زائد 0 الإجابة 2، 7 زائد 9 الإجابة 16. أين نضع الواحد يا شباب؟ نضع الواحد فوق 4، أحسنتم. 1 زائد 4 تكون الإجابة 5 زائد 3 8. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الدرس، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.